شكري الواعر حارس مرمى طارق ثابت، حكيم الويره، محمد علي المحجوبي، نور الدين بوسنين، علي بن ناجي، سراج الدين الشيحي، الهادي برخيصة، كانت ماليتولي، عبد القادر بن حسن وعيادي الحمروني. بالنسبه للاحتياتيون وليد العبيدي، معز الشافعي، هيثم عبيد، مروان قزمير وحسان القابسي. تشكيله الزمالك المصري فما دخول عفت نصار اللي ما كان غايب على مباراه الذهاب، ثم دخول ايضا اوتشاري لاعب الغاني ايضا اساسي في تشكيله الزمالك المصري. الحارس حسين السيد، هشام يكن قائد فريق، اشرف قاسم، مدحت عبد الهادي، اشرف يوسف، طلعت منصور، اسلام فتحي، اسماعيل يوسف، اوتشاري، اوسكار الغاني وعفت نصار. الاحتياطيون نادر السيد، نبيل محمود، عقل بالله، محمد صبري، هذا اللاعب كان اساسي في مباراه الذهاب وهو من احسن لاعبي الفريق الزمالك المصري، وخالد الغندور ايضا اللي كان اساسي في تشكيله الذهاب، موجود احتياطي اليوم في هذه المباراه. حكم المباراه معروف جدا، يعرفوا الجمهور التونسي، 30 سنة، لين كي تشونغ، من أحسن الحكام القارة الإفريقية. بدأ حياته الرياضية كحكم سنة 89، وطبعا كان موجود في كأس العالم 94، أدار الدور النهائي لكأس أفريقيا للأمم بين نيجيريا وزامبيا، وكان أيضا موجود في الألعاب الأولمبية لبرشلونة. هذا بالنسبة للحكم من جزر الموريس لين كي تشونغ. المراقب الخط ريغوبوت بيرمانو، و ألجي نارين الحكم الرابع هو محمد المنصري. هذا بالنسبة لتشكيلة الفريقين، هذا بالنسبة للجو العام للترجي الرياضي التونسي وزمالك المصري. كنا تابعنا منذ حين ترشح الفريقين إلى الدور النهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة. فريق الترجي إذا شاهدنا منذ حين كيف ترشح. الفريق الزمالك في دور 16 ترشح على حساب إكسبريس من أوغندا في دور 16 بالانسحاب، ثم في الدور الثم النهائي أزاح فريق جرما هي الكيني هدفين لهدف الذهاب وهدف لهدف الإياب، في دور ربع النهائي سوغر الغابوني هدفين لهدف في مقابلة الذهاب وهدف لصفر في القاهرة، في دور النصف النهائي فريق الزمالك المصري أزاح كنارد نيفيل الزامبي هدفين لصفر في مقابلة الذهاب في القاهرة وهدف مقابل صفر في لوزاكا. يدرب هذا الفريق المدرب النمساوي الزمالك المصري ألفريد، المدرب النمساوي ألفريد ريدل، وكان مدرب المنتخب النمساوي سابقا. نعطيكم بعض الأرقام اللي تخص الفريقين. مشاركة الترجي الرياضي التونسي في كأس أفريقيا للأندية بدأت من سنة 91، 20 انتصار، 11 متعادل، 8 هزائم، الأهداف المدفوعة 59 والمقبولة 30، 9 مقابلات هذا العام فيها 6 انتصارات و3 تعادلات، الأهداف المدفوعة 21 و6 المقبولة. أحسن هداف إلى حد الآن في الترجي الرياضي التونسي هو عيادي الحمروني بـ5 أهداف، ثم ماليتولي 4 أهداف. عدد اللاعبين المشاركين في 9 مقابلات 21، واللي لعب 6 لاعبين لعبوا كل المباريات. الواعر ثابت، برخيصة، بالناجي والحمروني والجابتي. هذا بالنسبة للاعبين اللي شاركوا، وطبعا بالنسبة للزمالك المصري بعض الأرقام. فاز الزمالك 3 مرات بكأس أفريقيا للأندية هذه في هذا العام، 3 تعادلات، 3 هزيمة، 1، والأهداف المدفوعة 8 والمقبولة 5. أحسن الهدفين هما غندور من طبعا مهاجم الزمالك، وأوسكار أيضا 2 أهداف كل واحد منهم. هذه الأرقام طبعا مدنا بهم، مشكور جدا الزميل إرشيد دسوسي. انطلاق المباراة بعد حين تعطى ضربة البداية بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري في هذا اللقاء الأخوي العربي في هذا دور النهائي لكأس أفريقيا للأندية للأندية طبعا بين الترجي والزمالك، 2 فرق عربية وتبرز بصفة خاصة قيمة كرة القدم العربية في هذه الكأس الأفريقية. كرة من برخيصة وترجع من الدفاع الزمالك، محمد علي المحجوبي،
محجوب بطارق ثابت. طارق ثابت مكلف بالصعود لليمين للجهة اليمنى إذا كان تقع محاصرته. طبعا هذا الخطة التكتيكية نتاع الترجي، إذا كانت تقع محاصرته من طرف الظهير الأيسر للزمالك يولي طارق ثابت يدخل الوسط، وعلي بن ناجي يمشي لليمين باش يسهل أكثر اختراق دفاع الزمالك المصري. الحالة الثانية هي التمريرات الطويلة من اليمين لليسار، وإلا من اليسار لليمين للضغط على دفاع الزمالك المصري. ثم عندما الزمالك المصري ياخذ الكره الترجي يقدم باش ياخذ، لان الفريق الزمالك المصري معروف انه ياخذ وقته في ترجيع الكرات، ما يداش الهجومات بكل سرعه. هذه النقطه اللي حب يستغلها الترجي. حمروني والجانبيه، فرصه اولى بعد دقيقه لعب. عبد القادر بالحسن، ماليتولي وجانبية لمرمى حسين السيد. دقيقة لعب وفرصة أولى لفريق الترجي الرياضي التونسي، وتمر جانبية لمرمى حسين السيد. قلنا هذا بالنسبة للخطة التكتيكية للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للدفاع، الترجي يتحرك ويغطي كل الثغرات عن طريق المحجوبي ونور الدين بوسنينة حسب اتجاه الكرة. إذا كان الكرة تكون على اليمين فالترجي يتحرك على اليمين الدفاع نتاعو، إذا تكون على اليسار يتحرك على اليسار، يتحرك كمجموعة في الدفاع. هو الضغط من الترجي في وسط الميدان على حامل الكرة ويخوى حكيم النويرة. النويرة وتتقص من رباع أوسكار، ومراقب الخط يرفع الراية نتاعو، فما تسلل من اللاعب أوسكار. دقيقتين لعب منذ بداية اللقاء والنتيجة دائما تعادل 0-0 بين الترجي والزمالك، مع فرصة أولى للترجي الرياضي التونسي عن طريق كانت ماليتولي. زمالك المصري وصل تونس يوم الأربعاء، أجرى حصة تدريبية واحدة على العشب الملعب الأولمبي بالمنزل. كرة من ماليتولي طارق ثابت، شيحي وطارق ثابت يطلب الكرة لليمين يخوها ويتوغل. طارق ثابت وتترجع من الدفاع المصري، والتصدي من الشيحي، محاولة أخرى من الشيحي، إسلام فتحي والشيحي، وكرة لفيت الترجي الرياضي التونسي. تماس، يتنفذ التماس لفيت الترجي والمخالفة، والحكم يشير إلى مخالفة. علي بن ناجي وأوسكار، ومخالفة لفيتة الترجي الرياضي التونسي على جهة اليسار للحارس حسين السيد. قلنا الزمالك المصري وصل لتونس يوم الأربعاء، أجرى حصة تدريبية واحدة على عشب الملعب الأولمبي بالمنزه. يتقدم الهادي برخيصة، والتوزيع ترجع من الدفاع. أوسكار ومعه العيادي الحمروني، لكن يتمكن من التمرير في اتجاه يوتشاري، لكن فما تغطية من محمد علي المحجوبي طويلة كانت في اتجاه طارق ثابت. يخوى عيادي الحمروني والتمرير بالأحسن ما تخلطش، وتبقى لفيت الزمالك المصري. أشرف قاسم يرجع الكرة، وهو اللاعب المكلف بتخريج كل الكرات من مناطق الزمالك المصري. هو محرك الفريق في الدفاع، بينما محرك الفريق في وسط الميدان بالنسبة للزمالك المصري هو إسماعيل يوسف. وكرة ما يخوهاش هذه برخيصة، يخوها الآن حكيم نويرة. ماليتولي في اتجاه عيادي الحمروني، قبله أشرف قاسم. محمد علي المحجوبي، حذاري وشكري الواعر، ممتازة جدا من شكري الواعر. يتشاري كاد أن يغالط الحارس شكري الواعر، لكن ترجع من جديد لفيت الترجي، ويعود الترجي للهجوم. عبد القادر بالحسن، طارق ثابت طويلة، طارق ثابت ما فما حتى لاعب على اليسار، يحاول يتقدم الهادي برخيصة. ممتاز جدا شكري الواعر في اللقطة الأخيرة. اسلام فتحي، الكرة تخرج، الحكم يامر بمواصلة اللعب. بوسنينة وعلي بن ناجي، والتصدي علي بن ناجي باهي، ومحمد علي المحجوبي في اتجاه عيادي الحمروني ومعه طلعت منصور، ومباشرة لحسين السيد اللي رجع مباشرة الكرة للعب لأشرف يوسف. تصطدم الكرة بالشيحي، وتبقى لفيت الزمالك المصري عن طريق طلعت منصور، ومخالفة لفيت الزمالك المصري. 4:40 في بداية هذا اللقاء، والنتيجة دائما تعادل 0-0 ما بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري في هذا دور نهائي لكأس افريقيا للأندية البطلة إياب. مباراة الذهاب انتهت بتعادل 0-0 ما بين الترجي والزمالك. أمامكم شكري الواعر صاحب التصدي الأخير في اللقطة الأخيرة للزمالك المصري، كان قدم مقابلة ممتازة جدا في القاهرة. ترجع من نور الدين بوسنينة، هادي برخيصة طويلة من هادي برخيصة في اتجاه عبد القادر بالحسن، وترجع من هشام يكن.
هشام يكن واشرف يوسف مباشره في التماس، تماس لفايته ترجي الرياضي التونسي، تماس لفايته ترجي الرياضي التونسي، مسانده من كل الفرق التونسيه للترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء. علامات قبل استعراض علامات كل الجمعيات الرياضيه التونسيه قبل بدايه هذا اللقاء، طبعا مسانده فريق ترجي الرياضي التونسي في هذه الكاس الافريقيه للانديه البطله. نوردين بوسنينه، بوسنينه بوسنينه، علي بن ناجي، علي بن ناجي، علي بن ناجي، محمد علي المحجوبي، محجوبي، نور الدين بوسنينه، نور الدين بوسنينه، طويله من نور الدين بوسنينه للعيادي الحمروني، ترويض بزدر ومخالفه لفايت عيادي الحمروني، مخالفه ضد طلعت منصور، وقت خمس دقائق لعب في الشوط الاول، النتيجه دائما تعادل 0-0. عايد الحمروني في تنفيذ المخالفه، مليتولي يطلب الكره بسرعه، لكن عايد الحمروني ياخذ كل وقته في تنفيذ الكره، يستنى الهادي برخيصه يتقدم للهجوم وينتظر ايضا سراج الدين الشيحي، بينما عبد القادر بالحسن ياخذ مكانه ايضا في الهجوم، هادي برخيصه في اتجاه عبد القادر بالحسن، ترجع من هشام يكن، حكيم نويره، وترجيع كره من الدفاع المصري، يتشاري يتشاري وتصدي باهي من علي بن ناجي، حكيم نويره ومخالفه يعلن عليها الحكم السيد ليم كي تشونغ ضد الترجي الرياضي التونسي. اشرف قاسم تتنفذ المخالفه في اتجاه يوتشاري، وتماس تخرج كره تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، تماس والتنفيذ عن طريق الهادي برخيصه، محمد علي المحجوبي، محجوبي اتجاه الحمروني ومعه طلعت منصور، عادي الحمروني، حمروني، حمروني، حمروني يوزع عرضية، أشرف قاسم قدام الكرة، علي بن ناجي يتصدر الكرة هذه، كانت ماليتولي، عايد الحمروني، حمروني، 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 ما زاد كرة لفايت، علي بن ناجي، علي بن ناجي يحاول التوزيع وتصدي من إسماعيل يوسف، تصدي من إسماعيل يوسف ويحط كرة مباشرة في التماس، محرك فريق الزمالك المصري يحط كرة في التماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، والتنفيذ عن طريق حكيم نويرة العايد الحمروني، حمروني، عمروني، وتتفك وتمشي للإسلام فتحي، إسلام فتحي مباشرة نور الدين بوسنينه يرجع الكرة في دفاع الزمالك المصري، عيادي الحمروني، والحكم يأمر بمواصلة اللعب، السيد ليم كي تشونغ يأمر بمواصلة اللعب، ما يحتسبش مخالفة لفايت الترجي الرياضي التونسي في بداية هذا اللقاء، سبعة دقائق لعب في الشوط الأول والنتيجة دائما تعادل 0-0، فرصة بفرصة، فرصة أولى لعبد القادر بالحسن اللي كانت ماليتولي مرت جانبية بقليل لمرمى حسين السيد، ثم فرصة لزمالك كان صدى لها بامتياز الحارس شكري الواعر، تنفس الأمتار عن طريق أشرف قاسم يا خواتي، سراج الدين الشيحي في اتجاه عبد القادر بالحسن، وترجع من هشام يكن وفي اتجاه أوسكار، وما يخش الكرة نور الدين بوسنينه، وفما تغطية من محمد علي المحجوبي، طارق ثابت شيحي، طارق ثابت يطلب الكره وخير يمرر العب القادر بالحسن، اشرف قاسم، اشرف قاسم ما زالت كره لفايته مع عبد القادر بالحسن، وكره لفايت الزمالك المصري، مراقب الخط يشير الى كره لفايت الترجي، والحكم يرى عكس ذلك، ومخالفه لفايت الزمالك المصري، امامكم السيد ليم كي تشونغ من جزر الموريس، أدار ثلاثة أدوار نهائية في السابق، الدور النهائي لكأس أفريقيا للأمم، كرة في اتجاه أوسكار، وحذاري من هذا اللاعب اللي يحبذ المساحات ويحبذ طبعا الثغرات، لكن دفاع الترجي قري له حسابه، وهذه من مهام دفاع الترجي الرياضي التونسي، تسكير المنافذ أمام أوسكار وتشاري، بينما محمد صبري لعب في ذهاب، وخالد القندور صاحب التسديدات القوية يبقى في بنك الاحتياطيين، وكرة لفايت علي بن ناجي، علي بن ناجي، علي بن ناجي في اتجاه عبد القادر بالحسن، العيادي الحمروني، حمروني، 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 ماليتولي، ماليتولي يحاول المراوغة، تصطدم ب أشرف قاسم، وتخرج كرة تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، وصلنا للدقيقة التاسعة، والنتيجة دائما تعادل 0-0 ما بين الترجي والزمالك في هذا دور نهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة. حكيم نويرة عن نور الدين بوسنينة، محمد علي المحجوبي، محجوبي طويلة في اتجاه عبد القادر بالحسن، لكن قبله إسماعيل يوسف، وترجع من نور الدين بوسنينة،
باتجاه ماليتولي، ترجع مرة أخرى من الدفاع المصري وكرة البرخيصة، هذه برخيصة وعلي بن ناجي ما ياخوهاش ويتعكس الهجوم دفاع الزمالك المصري. أوسكار ومخالفة ضد أوسكار، راها الحكم يعلن عليها مخالفة دفاع الترجي الذي تونسي تنفذ عن طريق علي بن ناجي. علي بن ناجي عادي الحمروني، ماليتولي وقبله مدحت عبد الهادي، ماليتولي حكيم نويرة، حكيم نويرة حمروني نويرة وأشرف قاسم، وستة أمتار لفايت الزمالك المصري. طبعا لابد أن نحيي كل الأخوة الأشقاء العرب اللي تابعوا في هذا اللقاء مباشرة من تونس من الملعب الأولمبي بالمنزه لهذا دور نهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة. وستة أمتار لفايت الزمالك المصري أمامكم أوسكار ومحمد علي المحجوبي، تتنفذ الستة أمتار يخوها ماليتولي، ماليتولي الترويض وفي اتجاه عبد القادر بالحسن، عبد القادر بالحسن الماليتولي وتمريره مخطا وترجع لفايت الزمالك المصري عن طريق مدحت عبد الهادي في اتجاه اوسكار ويخوها له طارق ثابت، طارق ثابت هادي برخيصه، هادي برخيصه، هادي برخيصه لنور الدين بوسنينه، نور الدين بوسنينه، نور الدين بوسنينه ماليتولي في اتجاه عبد القادر بالحسن وتتخص مره اخرى من اشرف قاسم. طلعت منصور عفة النصار وفي اتجاه اوتشاري ومحمد علي المحجوبي مباشرة لشكري الوعر إلى حكيم نويرة، نويرة محمد علي المحجوبي، محمد علي المحجوبي عايدي الحمروني والحكم يعكس بقية اللعب، لكن الآن يعلن عن مخالفة لفايت الترجي الرياضي التونسي، مخالفة لفايت الترجي. الوقت 12 دقيقة لعب في الشوط الأول والنتيجة دائما تعادل 0-0 ما بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري. علي بن ناجي في تنفيذ هذه المخالفة، طبعا تركيز كبير على الهجومات وعلى الهجوم، الطاقم الفني كان حذر هذا اللقاء طبعا للهجوم ولتسجيل الأهداف. فوزي بن زرتي وبالحسن مرياح ومحسن راشد كانوا حريصين على هذه النقطة بالذات وعلى الهجومات السريعة خاصة والضغط على دفاع الزمالك المصري. وكرة ترجع من دفاع الزمالك، طارق ثابت، طارق ثابت لعبد القادر بالحسن ما ياخوهاش وترجع من طلعت منصور في اتجاه نور الدين بوسنينه، بوسنينه وكرة في اتجاه الحكيم نويرة لكن ترجع مرة أخرى من طلعت منصور وبوسنينه قبل الأوسكار، طارق ثابت علي بن ناجي. عودة سيداتي وسادتي الملعب الأولمبي بالمنزه، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. لا جديد يذكر في هذه اللحظات وفي الدقائق الأخيرة. كرة من الترجي الرياضي التونسي، سراج الدين الشيحي، شيحي مزت كرة لفايت العيادي الحمروني، حمروني حاول التوزيع وركنية، أول ركنية لفايت الترجي الرياضي التونسي في وقت كشف في خلاب تقريبا في الشوط 16 دقيقة لعب في الشوط الأول والنتيجة دائما تعادل 0-0. ركنية أولى للترجي في هذه المباراة وتنفيذ عن طريق عادل حمروني وتقدم النادي برخيصة للهجوم وكذلك نور الدين بوسنينة، تتنفذ الركنية وبرخيصة والهدف الأول، والهدف الأول لفايت الترجي. 16 دقيقة لعب والترجي يفتتح النتيجة عن طريق الهادي برخيصة، أول هدف في هذه المباراة دقيقة 16 ضربة رأسية من الهادي برخيصة ويكون الهدف الأول في وقت ممتاز جدا لفايت الترجي الرياضي التونسي. عادة تصطدم الكرة بالحارس ويكون الهدف الأول لفايت الترجي الرياضي التونسي. 16 دقيقة لعب، ثم نقاش من الزمالك المصري ما عرفوش علاش، ثم الضربة رأسية واضحة من الهادي برخيصة ويتمكن الترجي الرياضي التونسي من افتتاح النتيجة. هدف 0 لفايت الترجي، هذه الركنية ركنية أولى يتحصل عليها الترجي ويحقق الهدف الأول عن طريق الهداف بالضربات الرأسية الهادي برخيصة، هدف أول في هذه المباراة في وقت هائل وفي وقت ممتاز. وثم نقاش مع الحكم، هذه الإعادة الحكم، الهدف واضح، الهدف ما فيه حتى شيء، واضح وروح الشمس في النهار والهدف في النقاش. لست أدري لماذا، إذا كان نعاود نشاهد اللقطة نزيد نشاهد مرة أخرى أن الهدف هذا واضح
وما فيه حتى خلل. إعادة التوزيع، لا فما لا مخالفة ولا فما لمسة يد ولا فما حتى شيء. هذا نقاش ما نعرفش علاش، ويكون الهدف الأول لفايتة الترجي التونسي أمام الزمالك المصري، هدف مقابل صفر في الدقيقة 16. أول فرصة كانت للترجي منذ الدقيقة الأولى عن طريق عبد القادر بن حسن، لكن الآن يتمكن الترجي من تحقيق الهدف الأول في هذه المباراة. هدف في وقت ممتاز، في وقت لأنه طبعا الترجي يسجل من البداية أحسن، ومن البداية تكون البداية، ومن البداية يبدأ التسجيل ويبدأ التهديف لتفادي كل مفاجأة غير سارة في هذه المباراة. مازال النقاش مع الحكم السيد ليم كي تشونغ حول الهدف. أمامكم فوزي بن زرتي. طبعا هذا السيناريو اللي كان يكون أحلى سيناريو بالنسبة للترجي هو التهديف في 20 دقيقة الأولى أو في الربع ساعة الأول، لكن عدم التسرع في البداية هو اللي خلى الترجي يصل إلى هذه النتيجة. هدف لصفر إذن لفايتة الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك المصري في هذا دور نهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة. بداية موفقة، بداية مشجعة جدا، فاعل مع جمهور المنزه كما ينبغي. هذه الجماهير الغفيرة اللي تحضر اليوم هذا اللقاء، لقاء الدور النهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة. 20 دقيقة لعب تقريبا في الشوط الأول، والنتيجة هدف لصفر، هدف الهادي برخيصة في دقيقة 16 من الشوط الأول. وكرة لفايد محمد علي المحجوبي، محجوبي حكيم نويرة، حكيم نويرة، نويرة عادي الحمروني ويحاول المراوغة، لكن يخوها طلعت منصور وترجع من طلعت منصور في اتجاه أوسكار، وقبله محمد علي المحجوبي. وكرة لفايد إسماعيل يوسف، تبديل اللعب ويخوها كانت مليتو لي ويحط كرة في التماس، تماس لفايت الزمالك، وتماس لفايت الزمالك. وتشاري وتتفك الكرة ويتعكس الهجوم لفايت الترجي الرياضي التونسي في اتجاه عبد القادر بن حسن. عبد القادر بن حسن ينتظر دخول اللاعب من الترجي معاه في الهجوم، ومخالفة ضد عبد القادر بن حسن، مخالفة ضد عبد القادر بن حسن، يعني عليها الحكم سيد ليم كي تشونغ، وتنفذ عن طريق أشرف قاسم. كل كرة تمر عن طريق أشرف قاسم في الدفاع، ترجع من نوردين بوسنينة، طارق ثابت، تركيز كبير ياسر كان قبل المباراة على هذه، على الخطط التكتيكية وعلى التركيز طوال 90 دقيقة لهذه المباراة الهامة في تاريخ الترجي الرياضي التونسي وفي تاريخ الكرة التونسية. نوردين بوسنينة، هذه برخيصة، برخيصة على مارتين ويخوها طلعت عبد الهادي. محمد علي المحجوبي قبل أوسكار، عادي الحمروني وحكيم نويرة، وتماس لفايت الزمالك المصري، تماس لفايت الزمالك. 16 دقيقة لعب، الترجي يفتتح النتيجة عن طريق الهادي برخيصة وتنفيذ التماس لفايت طلعت منصور. أشرف قاسم في اتجاه أوسكار، وترجع الكرة من محمد علي المحجوبي مباشرة في التماس لفايت الترجي الرياضي التونسي. طلعت منصور في تنفيذ التماس، والمحاصرة متواصلة على أوسكار، ومخالفة لفايت الزمالك المصري، مخالفة لفايت عفت نصار اللي ما شاركش في مباراة الذهاب، مجلوه أساسي اليوم في هذه المباراة، ومخالفة لفايت الزمالك. الطاقم الفني للترجي الرياضي التونسي وبنك الاحتياطيين. طلعت منصور في التنفيذ، وعافت نصار يقدم للهجوم، التنفيذ وترجع من ماليتولي، عادي الحمروني، وهجوم معاكس لفايت الترجي. هذه برخيصه، هذه برخيصه، وفما لاعب لليمين، وفما لاعب لليمين، وما زالت كره لفايت الهادي برخيصه، ما زالت كره لفايت الهادي برخيصه. التوزيع وترجع من الدفاع، وأشرف قاسم ما يخش كرة، هذه ما زالت كرة لفايت الترجي في مناطق الزمالك، وإخوة طارق ثابت والتوزيع عن طريق الشيحي، وكرة في المناطق الزمالك. عبد القادر بن حسن وما يتمكنش علي بن ناجي من التسديد، وتخرج كرة تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، فرصة كانت واضحة لفايت الترجي عن مكان الهجوم معاكس لليسار، 6 أمتار لفايت الزمالك.
إعادة للقطة الأخيرة، ركنية تنفيذ أرضية وتسديدة من طارق ثابت، تصطدم بلاعب من الزمالك وتمر أمام الهجوم أوسكار، والكرة لأتشاري لكن كانت بعيدة عليه وترجع لفايتة الترجي الرياضي التونسي. طارق ثابت، سراج الدين الشيحي، شيحي طارق ثابت، طارق ثابت، طارق ثابت، طويلة في اتجاه كانت ماليتولي أو عيادي الحمروني، يا أخوة عيادي الحمروني الآن، وماليتولي شيحي، شيحي يحاول المراوغة لكن فما تغطية من أشرف يوسف، يا أخوة إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف الأشرف يوسف، والمخالفة اللي فايتها زمالك المصري، الوقت 26 دقيقة لعب، ومخالفة اللي فايتها الزمالك المصري. اخر مقابله في البطوله المصريه اجراها الزمالك المصري كانت امام فريق الاسماعيليه، والنتيجه كانت تتعادل هدف لهدف، تنفيذ المخالفه من طلعت عبد الهادي، مدحت عبد الهادي، اسماعيل يوسف امام الشيحي، محرك فريق الزمالك يتمكن من التوغل، وفما مخالفه ضد نور الدين بوسنينه، وامام الكره عفت النصار، واسماعيل يوسف، يقوم نور الدين بوسنينه بعد هذه المخالفه، ينتظر تنفيذ المخالفه منكم اسماعيل يوسف محرك فريق الزمالك المصري، ومخالفه عن عليها الحكم من جزر موريس لين كي تونغ، تنفيذ المخالفة في وقت 27 دقيقة لعب من الشوط الأول، نتيجة كما تفوق الترجي هدف مقابل صفر، هدف جاء عن طريق الهادي برخيشة في الدقيقة 16. حكم يأمر الدفاع باش يوخر الأمطار القانونية، التنفيذ تصطدم بلاعب من الدفاع وترجع، تبقى لفايتة الزمالك المصري عن طريق هشام يكن، لكن يا عبد القادر بالأحسن، والتمريرة وتماس لفايتة الترجي، تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، كرة اصطدمت بعفة النصار، وتماس يتنفذ عن طريق علي بن ناجي اللي أمامه أوسكار، ثم يا إخوان نويرة، نويرة علي بن ناجي في اتجاه عادل الحمروني، حمروني ما يخوهاش، يا إخوان إسماعيل يوسف، أشرف يوسف، علي بن ناجي، نور الدين بوسنينة، محمد علي المحجوبي، تخريج كرة من الدفاع على الأجناب لفايت طارق ثابت اللي حاول التوغل، وتنفيذ التماس يوسف، عيل يوسف، اشرف يوسف في اتجاه اوسكار، اوسكار ومعه الهادي برخيصه الى اراد ترجيع الكره الى اوسكار، لكن اوسكار كان في وسط دفاع الترجي الرياضي التونسي، وكره لفايت شكري الواعر، وكره لفايت شكري الواعر، طارق ثابت، طارق ثابت، طارق ثابت، طويلة من طارق ثابت مباشرة في التماس، وأوسكار ملقى على أرضية الميدان، يدخل طاقم الطبي لزمالك المصري للعلاج طبعا باش يتلقى أوسكار الأسعافات العاجلة. الوقت 29 دقيقة لعب من الشوط الأول، والنتيجة دائما تفوق الترجي الرياضي التونسي هدف من قبل صفر، هذه فكرة على الملعب الأولمبي بالمنزه في هذا اللقاء، والتوقيت امامكم والتسجيل برخيصه دقيقه 17 من الشوط الاول من هذه المباراه. الزمالك المصري كما تعرفوا فاز ثلاث مرات بكاس افريقيا للانديه 84 86 وسنه 93. فاز مرة بكأس العربية للأندية، والكأس الأفرو آسيوية سنة 88، والكأس الممتازة الإفريقية في الموسم الفارط. الكرة ترجع لفايتة الترجي الرياضي التونسي، لقطة رياضية طيبة من الزمالك، عبد القادر بالأحسن، وكرة في التماس، تماس لفايتة الترجي الرياضي التونسي، يتقدم الهادي برخيصة، وعيادي حمروني لليسار، ماليتولي في تنفيذ، ماليتولي، ماليتولي، ومخالفة يشير لها الحكم سيد ليم كي تشونغ،
لفايت الزمالك المصري. التنفيذ من أشرف يوسف. أشرف يوسف، أشرف قاسم، وكرة عبد القادر بالحسن يحاول افتكاك هذه الكرة، يفتكها، كانت ماليتولي لكن تمشي 6 أمتار لفايت الزمالك المصري. وحسين سيد حب يتسرع في التنفيذ، يسرع في التنفيذ 6 أمتار، لكن يقدموا لاعبي ترجي للهجوم وتقع محاصر لاعبي الخط الدفاعي لفايت الزمالك المصري. والكرة مباشرة لفايت ترجي التونسي لفايت الشيحي. أشرف قاسم وحسين السيد، والكرة لفايت طارق ثابت. ثابت، طارق ثابت، و تماس لفايت ترجي الرياضي التونسي. نص ساعة لعب، ربع ساعة لنهاية الشوط الأول، وتنفيذ تماس لفايت ترجي. سراج الدين الشيحي مراقب الخط يشير إلى إعادة التماس لفايت الزمالك المصري. والتنفيذ لمدحت عبد الهادي. مدحت عبد الهادي في تنفيذ التماس. محاصرة لكل لاعبي الزمالك. طارق ثابت، طارق ثابت، ماليتولي، ماليتولي، شيحي، شيحي، ماليتولي، ماليتولي للشيحي، شيحي، مازالت كرة لفايت الشيحي، وتتفكلون من طلعت منصور ويتعكس الهجوم لفايت الزمالك المصري. اسماعيل يوسف، مازالت كرة لفايت الزمالك. اسماعيل يوسف الى في اتجاه اوسكار، لكن ترجع من محمد علي المحجوبي اتجاه كانت ماليتولي. هشام يكن مباشرة لسراج الدين الشيحي، وشيحي طلعت منصور، وتعود من جديد عفة النصار، وكرة لفريق الزمالك المصري في مناطقه. اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف يراوغ سراج الدين الشيحي، وما زالت كرة لفايت اسماعيل يوسف، والحكم يشير إلى مخالفة لفايت الزمالك المصري. تنفذ عن طريق اسماعيل يوسف. أشرف قاسم، أشرف قاسم، مدحت عبد الهادي، طلعت منصور، طلعت منصور، ومخالفة ضد الهادي برخيصة. انذار للهادي برخيصة، أول انذار في هذه المباراة للهادي برخيصة. والتنفيذ المخالفة عن طريق أشرف قاسم. تنفيذ المخالفة عن طريق أشرف قاسم. تنفذ من أشرف قاسم في اتجاه يوتشاري، وترجع من نور الدين بوسنينة، ومباشرة في التماس لفايت الزمالك المصري. 33 دقيقة لعب الشوط الأول، والنتيجة زي ما تفوق الترجي هدف مقابل صفر. هدف جه عن طريق هادي برخيصة في دقيقة 16. إسماعيل يوتشاري يحاول تتخلص من نور الدين بوسنينة، كانت ماليتولي مباشرة في اتجاه عبد القادر بالأحسن، ما تخلطش لعبد القادر بالأحسن، يعاود ياخوها علي بن ناجي في اتجاه عبد القادر بالأحسن. عبد القادر بالأحسن، ويتقدم الهادي برخيصة للهجوم، ويتقدم ماليتولي، ويتقدم العايدي الحمروني، والمحاولة من عبد القادر بالأحسن، لكن يتصدى لها الحارس حسين السيد، وعكس هجوم لفايت الزمالك المصري. ومحمد علي المحجوبي ممتازة منه قدام أوسكار، قبله وحط كرة في التماس لفايت الزمالك، لفايت عفة النصار. تتنفذ من عفة النصار. اسلام فتحي، اشرف قاسم، اشرف قاسم، اوسكار، اوسكار، والتمريره نتاعو ترجع. اسلام فتحي، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، والكره دائما لفايت الزمالك المصري. اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، ويتحرك اوسكار في دفاع الترجي الرياضي التونسي، هو ويتشاري، ويقدم دفاع الترجي، ويقدم معاه طبعا، يقدموا معاه المهاجمين تاع الزمالك باش ما يقعدوش في موقع تسلل. هذا علاش التمريره الاخيره لاسماعيل يوسف ما لقات حتى لاعب من الزمالك المصري. عايد الحمروني، حكيم نويره، حكيم نويره، محمد علي المحجوبي، نور الدين بوسنينه، 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 محمد علي المحجوبي، محجوبي، حكيم نويره، حكيم نويره، حكيم نويره، وكره تخرج له. تماس لفايت الزمالك المصري. 35 دقيقة لعب، 10 دقائق لنهاية الشوط الأول. طلعت منصور، نويرة وبرخيصة، وكرة في التماس. تماس، التنفيذ دائما عن طريق طلعت منصور.
يبحث عن المساندة، طلعت منصور اتشاري، اتشاري والتمريرة نتاعو مقطوعة مباشرة من الشيحي، يلعب القادر بالحسن لعلي بن ناجي، علي بن ناجي هذه برخيصة يطلب الكرة لليسار، تخلط له ما تخلطش تماس لفايت الزمالك المصري. اسلام فتحي، اسلام فتحي، اشرف قاسم، اشرف قاسم، اشرف قاسم في اتجاه اوسكار، وترويض طويل من اوسكار، وترجع كره فتحي الترجي بيتوت، والمخالفه ضد اللاعب اوسكار، وانذار لاوسكار، مخالفه من اوسكار مقصوده واضحه، والحكم يشير الى مخالفه لفيت الترجي الرياضي التونسي. هاي الإعادة، مخالفة من الخلف، انذار لا جدال فيه بالنسبة لهذه المخالفات، وكرة تعود لفيت الترجي الرياضي التونسي. أمامكم اللاعب الغاني أوسكار، محمد علي المحجوبي في التنفيذ، محجوبي في اتجاه عايد الحمروني، حمروني، حمروني، ويتحصل على ركنية، ركنية أو تماس لفايت الترجي، تقدم حكيم نويرة، والحكم يأمر بإعادة التماس. تماس يعاد لفايت الزمالك، والتنفيذ لإسلام فتحي، اسلام فتحي في تنفيذ التماس، تنفيذ التماس من اسلام فتحي اخو علي بن ناجي، ترجع كرة مباشرة في التماس اخر لفايت الزمالك، محمد علي المحجوبي، وتماس لفايت الزمالك المصري. عدة تلفزات اجنبية موجودة في منصة الصحفيين، شايفي ترانزوا انترناسيونال، ارفي، إذا عاثم طبعاً الأخوة المصريين لنقل هذه المباراة. يتشاري شيحي مباشرة، السكري الواعر، 38 دقيقة لعب، 7 دقائق لنهاية الشوط الأول، ونتيجة دائماً تفوق الترجي على زمالك المصري، هدف مقابل صفر، هدف جاء عن طريق هادي برخيصة في الدقيقة 16، وتماس آخر لفايت زمالك المصري، كرة مخطة من حكيم نويرة، تمشي تماس لفايت الزمالك، طلعت منصور في تنفيذ هذا التماس، أشرف قاسم، أشرف قاسم، تمريرات الطويلة المعروفة لأشرف قاسم، سراج الدين الشيحي، يتقدم ماليتولي، يتقدم ماليتولي، ومخالفة لفايت الزمالك، كان عليها الحكم لينكي تشونغ، كرة لأشرف يوسف، أشرف يوسف، طلعت منصور، حكيم نويرة، علي بن ناجي، كان لابد أن ينتظر أكثر شوية، هشام يكن، سراج الدين الشيحي مع إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف، وكرة ترجع من طارق ثابت، وتماس لفايت الزمالك المصري، تماس ينفذ عن طريق إسماعيل يوسف، عفة نصار، ترجع من علي بن ناجي، أشرف يوسف، نور الدين بوسنينة، مدحت عبد الهادي، اسماعيل يوسف، اسلام فتحي، اشرف يوسف، اسماعيل يوسف، مدحت عبد الهادي في اتجاه اوسكار، وتدخل باهي من محمد علي المحجوبي مباشرة في التماس، 5 دقائق لنهاية الشوط الاول، ونتيجة دائما تفوق الترجي هدف مقابل صفر. تنفيذ التماس من مدحت عبد الهادي، اسماعيل يوسف الان، نزلت كره لفايت، وتماس اخر لفايت الزمالك المصري بعد تدخل نور الدين بوسنينه. ياخذ كره علي بن ناجي في اتجاه ماليتولي، وخروج عشان موفق لاشرف قاسم، اشرف قاسم، التوزيع، حكيم نويرة، حكيم نويرة، وتصطدم الكرة بإسلام فتحي، تخرج مباشرة في التماس، وتنفيذ التماس عن طريق أشرف قاسم، يخليها الإسلام فتحي،
اسحاق لنهايه الشوط الاول، وكره في مناطق الترجي بوسنينا ومخالفه لفيت نور الدين بوسنينا. يبقى نور الدين بوسنينا ملقى على ارضيه الميدان. لاعبي الدوليين لفريق الزمالك المحسن السيد الحارس هشام يكن، خالد الغندور احتياطي اليوم، ايمن منصور مش موجود في تشكيله الزمالك. هذه اعاده للنقطه الاخيره، واسماعيل يوسف واشرف قاسم هما اللاعبين الدوليين لفريق الزمالك المصري. جوج لاعبين اجانب للزمالك المصري شاركوا في هذه المباراه هما اوسكار وتشيري. الزمالك المصري فاز بثمانية بطولات و18 كاس، ترجي فاز ب 12 بطوله و7 كؤوس، الى جانب بطوله عربيه للانديه البطله. تنفيذ المخالفه من محمد علي المحجوبي، 4 دقائق لنهايه الشوط الاول. عبد القادر بالحسن وترجع من هشام يكن، سراج الدين الشيحي، عبد القادر بالحسن ما تمرش الكره للعيادي الحمروني، اسماعيل يوسف ومعاه الشيحي، اشرف يوسف، اشرف يوسف والكره لفريق الزمالك، ونور الدين بوسنينا يطلب من الحكم الرجوع الى الميدان. يعود بعد المخالفه الاخيره في منطقه 18 متر للترجي الرياضي التونسي اشرف قاسم، اشرف قاسم يتقدم على يدي الحمروني، والكره لفريق طلعت منصور، طلعت منصور وتماس لفريق الترجي، تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي، لا التماس لفريق الزمالك المصري. مخالفة ل اتشاري ضد الشيحي، وتنفيذ من اسماعيل يوسف. يبقى لاعب واحد في دفاع الزمالك هو هشام يكن، تتنفذ وترجع من الدفاع، وتسديدة اوسكار بعيدة على حارس شكري الواعر. دقيقتين لنهاية الشوط الأول، والنتيجة دائما تفوق الترجي هدف مقابل صفر، هدف في دقيقة 16 عن طريق الهادي برخيصة، اثر ركنية من عيادي الحمروني، وهي أول ركنية كانت حصل عليها الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة وفي هذا الشوط الأول من الدور النهائي لكأس أفريقيا للأندية البطلة إياب. نويرة، نويرة في اتجاه الهادي برخيصة، وتماس لفيت الزمالك. تماس لفيت الزمالك، والتنفيذ عن طريق طلعت منصور، طلعت منصور في اتجاه اوسكار يخوها النويرة. عادي الحمروني يرجع كرة في اتجاه كانت ماليتولي، ماليتولي، ماليتولي مشتوم، ما فما حتى لاعب من الترجي متقدم في منطقة الزمالك بعد هذه التوزيعة من كانت ماليتولي. خو حسين السيد لأشرف قاسم، أشرف قاسم، أشرف قاسم، تبديل لعب إلى أشرف يوسف. هشام يكن قائد الفريق، يكن، أشرف قاسم، والتمريرة يا إخوة عيادي الحمروني، حمروني، شيحي، شيحي، باهي ياسر من الحمروني للشيحي، شيحي الماليتولي لعبد القادر بالحسن، عبد القادر بالحسن، والكرة اللي فاتت طارق ثابت، والتوزيع وترجع من الدفاع المصري على مرتين. يا إخوة حكيم نويرة، نويرة علي بن ناجي، علي بن ناجي، والتمريرة لفايت دفاع الزمالك لفايت أشرف يوسف، يتقدم من الترجي للضغط على حامل الكرة طارق ثابت، طارق ثابت، طارق ثابت، والتوزيع، وحسين السيد يتصدى الكرة الأخيرة لطارق ثابت مباشرة في اتجاه اتشاري، اتشاري ونور الدين بوسنينا. ترجع كرة من نور الدين بوسنينا، والحكم يشير إلى مخالفة لفايت الزمالك المصري. الوقت القانوني للشوط الأول انتهى، والنتيجة دائما تفوق الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر. اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف وتصدي دفاع الترجي، وفما على الأقل ثلاث دقائق وقت ضايع في الشوط الأول بعد الهدف اللي سجله الترجي في هذه المباراة. أوسكار، أوسكار، أوسكار
طلعت منصور، أشرف قاسم، أشرف يوسف، التوزيع من أشرف يوسف، ترجع من محمد علي المحجوبي نور الدين بوسنينة، خلي كرة تمر لعلي بن ناجي، أشرف قاسم من جديد، والتوزيع في اتجاه أوسكار، في اتجاه أوسكار، أوسكار ومعه عادي الحمروني، ماليتولي يحاول التصدي لكن تبقى الكرة دائما لفيتا زمالك المصري، في اتجاه أوسكار والأمام حكيم نويرة، والتوزيع وترجع من علي بن ناجي. ستة أمتار كرة خرجت آخر توزيع أوسكار، 46 دقيقة لعب في الشوط الأول، ستة أمتار لفيتا الترجي الرياضي التونسي، ستة أمتار والتنفيذ من شكري الواعر، التنفيذ من شكري الواعر، أمامكم التوقيت، تنفذ من شكري الواعر برخيصة، عادي الحمروني ما يقواش ترجع من الدفاع، هذه برخيصة باهية من هذه برخيصة، برخيصة برخيصة والتغطية مرة أخرى من هذه برخيصة، طارق ثابت في اتجاه عبد القادر بالأحسن، ما يخلطش على الكرة هذه عبد القادر بالأحسن، وتخرج تماس لفيتا الزمالك المصري، 47 دقيقة لعب الشوط الأول، أمامكم فوزي بن زرقي كنتوا تشاهدوا فيه طبعا، مدرب الترجي الرياضي التونسي نور الدين بوسنينة، مدحت عبد الهادي، نور الدين بوسنينة، طارق ثابت في اتجاه عبد القادر بالأحسن، قدم عبد القادر بالأحسن لك الكرة رجعت من أشرف قاسم، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم سيد ليم كي تشونغ عن نهاية الشوط الأول بتفوق الترجي الرياضي التونسي على الزمالك المصري، هدف مقابل صفر، هدف جاء عن طريق الهادي برخيصة فيت الزمالك المصري. أمامكم ليم كي تشونغ حكم هذه المباراة رغم صغر سنه فعنده خبرة كبيرة. انطلاق إذن الشوط الثاني لفيتا الزمالك المصري، كرة لفيت أشرف قاسم، أشرف قاسم وكرة مخطئة، يعود إخوة ترجع علي بن ناجي، علي بن ناجي والتمريرة للعيد الحمر اللي ما تخلطش، ترجع من جديد لأشرف قاسم، أشرف قاسم في اتجاه الغندور، واللاعب اللي يتمتع بتسديدات قوية، واعتقد انه مش اعتقد انما الغندور فعلا اخذ مكان ايتشاري اللاعب الغاني الثاني في صفوف فريق الزمالك. عفة النصار، علي بن ناجي يخلو كرة، علي بن ناجي، عايد الحمروني، طويلة من عايد الحمروني في اتجاه عبد القادر بالأحسن، ماليتولي من جديد سراج الدين الشيحي، وعبد القادر بالأحسن يطلب الكرة لليمين، وطارق ثابت يتقدم أيضا لليمين، وعبد القادر بالأحسن يمشي الوسط، وعايد الحمروني لليسار، لكن ترجع من الدفاع المصري عن طريق أشرف قاسم، ثم عفة النصار وتوزيع في اتجاه أوسكار، ومعه نور الدين بوسنينة، وكرة تخرج تماس لفيت الترجي الرياضي التونسي، لفيت الترجي نور الدين بوسنينة، طارق ثابت، طارق ثابت، طارق ثابت، وتمريرة طويلة، عبد القادر بالأحسن ما ياخوهاش، أشرف قاسم في اتجاه حسين السيد. إذا كان الترجي في بداية في الشوط الأول توخى طريقة التوغل بالكرة في دفاع الزمالك المصري، بداية الشوط الثاني يتوخى في طريقة التمريرات الطويلة للبقاء بالكرة في مناطق الزمالك المصري. طارق ثابت والتوزيع وترجع وتماس لفيت الترجي الرياضي التونسي، دقيقة ونص بعد بداية الشوط الثاني، والنتيجة دائما تفوق الترجي، هدف مقابل صفر، هدف جاء عن طريق نادي برخيصة في دقيقة 16، علي بن ناجي، طارق ثابت، طارق ثابت، علي بن ناجي، سراج الدين الشيحي، والحكم يامر بوسط اللعب بعد تصدي اسماعيل يوسف لهذه الكرة، خروج نور الدين بوسنينة ومحمد علي المحجوبي مع بعضهم، وتوغل بالكرة في دفاع الترجي، ومخالفة لفيتا الزمالك، مخالفة لفيتا الزمالك، إعادة للقطة الأخيرة، مخالفة لفيتا الزمالك المصري، أراد التوغل في دفاع الترجي ومخالفة لفيتا الزمالك، انتظر التنفيذ لهذه المخالفة، يقوم عفة النصار لباس
وجدار صد الترجي متكون من حكيم النويرة رجل الشيحي ماليتولي وعيد الحمروني وتنفيذ المخالفة من أشرف قاسم وإلى جانبه عفة النصار والتسديد وترجع من الدفاع وتبقى في منطقة الترجي لكي تخرج عن طريق طارق ثابت مباشرة لدفاع الزمالك المصري. أشرف قاسم ماليتولي بوسنينة بهم بوسنينة مباشرة في الناس ما خليش كرة لهجوم الزمالك لفايت أشرف يوسف كمان فايت الزمالك المصري عن طريق إسماعيل يوسف طلعت منصور إسماعيل يوسف كرة من علي بنيجي ما يخوهاش وتسلل لفايت الترجي التونسي التسلل لفايت الترجي الرياضي التونسي علي بن ناجي تمركز الترجي في الهجوم عادي الحمروني لليسار بالحسن في الوسط الى جانب كانت ماليتولي وعند التوزيعات الطويله يتقدم الشيحي لليمين في الهجوم خلف لفايت الحارس حسين السيد التنفيذ عن طريق مدحت عبد الهادي نوردين بوسنينة ترجع كرة إلى هشام يكن ويتقدم هجوم الترجي وضغط على حامل الكرة ماليتولي ومباشرة في التماس. طبعا إذا كان يتقدم هجوم الترجي على حامل الكرة في الدفاع يقلق برشا الدفاع المصري لأنه الدفاع المصري عنده بطء في ترجيع مثل هذه الكرات. سراج الدين الشيحي ماليتولي ما تخلقوش الكرة وتماس لفايت الزمالك المصري مروان قزمير وحسن القيبسي يقوموا الآن باش يعملوا عمليات تسخينية كل بنك تحتاتي ترجي وليد العبيدي الحارس معز الشافع هيثم عبيد مروان قزمير وحسن القيبسي أمامكم يقوموا بعمليات تسخينية وراء مرمى الزمالك المصري تنفذ التماس من أشرف قاسم يخوها ماليتولي وتمريرة ما تخلطش الهدف الرخيصة لكن الترجي حصل على تماس سراج الدين الشيحي والحكم يشير إلى مخالفة عند تنفيذ التماس غلط من طرف سراج الدين الشيحي. إسماعيل يوسف في تنفيذ التماس الآن لفايت الزمالك 5 دقائق لعب في الشوط الثاني ونتيجة هدف مقابل صفر الهادي برخيصة في اتجاه عبد القادر بالحسن يتوغل يراوغ مازال كرة لفايت عبد القادر بالحسن والعرقلة واضحة وضرب الجزاء لفايت الترجي في 5 دقائق لعب من الشوط الثاني عرقلة واضحة جدا إعادة واضحة لفايت الترجي الرياضي التونسي لينكي تشونغ يعلن عن ضرب الجزاء. إذا كان لينكي تشونغ يعلن عن ضرب الجزاء فهي ضرب الجزاء صحيحة 1000% لأنه هذا الحكم حكم ماهوش سهل باش مهاجم يعدي عليه ولا مهاجم يقوم بعملية تمويهية فضرب الجزاء كانت صحيحة وهي صحيحة والحكم على صواب وضرب الجزاء لفايت الترجي الرياضي التونسي ونقاش آخر من الزمالك المصري مع الحكم السيد ليم كي تشونغ. ضربة جزاء في الدقيقة 6 من الشوط الثاني لفايت الترجي الرياضي التونسي من 10 علاج فما نقاش مع الحكم أعلن عن ضربة جزاء صعيب ياسر إذا كان باش يرجع في القرار نتاعو وضربة جزاء لفايت الترجي الرياضي التونسي في 6 دقائق لعب من الشوط الثاني سيد ليم كي تشونغ يعلن عن ضربة جزاء لفايت الترجي الرياضي التونسي. عملية كانت طيبة جدا من عبد القادر بالحسن يتوغل في الدفاع مراوغة أولى والثانية هشام يكن يتصدى له ويتحصل على ضرب الجزاء. ننتظر الآن ما تبقى هو أن ننتظر التنفيذ هذه ضرب الجزاء علي بن ناجي في التنفيذ أمام حسين السيد. الساعة تشير إلى 7 دقائق لعب في الشوط الثاني وعلي بن ناجي يضع الكرة في مكان وليم كي تشونغ يامر الحارس حسين السيد بالوقوف في المرمى نتاعو
والضربة الجزاء علي بن ناجي أمام حسين السيد. الوقت 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. التنفيذ والهدف الثاني لفيتة ترجي الرياضي التونسي، هدفين لصفر في 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. ترجي حقق الهدف الثاني، وبداية مرة أخرى ممتازة وأحلى بداية للترجي في هذا اللقاء. هدف الأول في الدقيقة 16 والهدف الثاني في الدقيقة 7 في الشوط الثاني. زوز أوقات نتاع الأهداف ممتازة جدا لفيتة ترجي الرياضي التونسي. علي بن ناجي صاحب ضربة جزاء أمام مولدية طهران، أمام إيوان وانيو، ويحقق الآن ضربة جزاء أخرى أمام الزمالك المصري. هدفين لصفر للترجي بعد مزيد من يتقاق لعب في الشوط الثاني. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأمور تكمل كما هي عليها الآن، أو ربما أحسن بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، بالنسبة لكرة القدم التونسية، وبالنسبة للرياضة التونسية. كرة لفايت الترجي الرياضي التونسي لفايت محمد علي المحجوبي، شيء ممتاز جدا، شيء هايل، شيء رائع. وأنه ترجي في 7 دقائق لعب في الشوط الثاني يتمكن من تحقيق 2 أهداف، يتمكن من الوصول إلى شباك الزمالك المصري في 2 مناسبات. هدفين لصفر بعد تعادل في القاهرة 0-0. ننتظر تغيير آخر في صفوف فريق الزمالك المصري. فكرة عن المحاصرة الموجودة على مدحت عبد الهادي مع يادي الحمروني. كرة يخوها مدحت عبد الهادي، إسماعيل يوسف، علي بن ناجي، علي بن ناجي يستميت عبد القادر بالحسن، وكرة لفيت الزمالك المصري مخالفة تتنفذ بسرعة، وتصدي من عيد الحمروني لكن ترجع لفيت الزمالك المصري، وخروج سراج الدين شيعي وعبد القادر بالحسن، وصعود طارق ثابت للهجوم. طارق ثابت عبد القادر بالحسن يطلب الكرة لليمين، يخوها مع هشام يكن، يحط كرة في التماس لفيت الترجي الرياضي التونسي. لفيت الترجي الرياضي التونسي التماس بعد كرة خرجت من هشام يكن أمام عبد القادر بالحسن. تماس لفيت الترجي وتنفيذ لسراج الدين الشيحي. هدفين لصفر بعد مضي تقريب 10 دقائق في الشوط الثاني. ممتاز جدا، ممتاز جدا، وممتازة هذه النتيجة. محمد صبري اللاعب اللي كان أساسي في مباراة الذهاب يدخل الآن في مكان أشرف يوسف، خلي مكانه لأشرف يوسف. إذا محمد صبري زوج لاعبي هجوم، والحكم يأمر بمواصلة اللعب، وكرة تعود لفيت الزمالك المصري. كرة لفيت محمد صبري، وأسكار في موقع التسلل الواضح يشير لمراقب الخط ويعلن عليها الحكم السيد لين كي تشونغ. هدفين لصفر. فكرة عن طبعا جمهور رائع في هذه المباراة، جمهور من ذهب بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كان موجود في القاهرة بكثافة ما لا يقل عن 3000 متفرج. اليوم ملعب المنزه غاص بالجماهير، غاص بأحباء الترجي وبأحباء الفريق اللي يمثل كرة القدم التونسية. كانت ماليتولي، ما يخوهاش ماليتولي، تعود للزمالك ماليتولي من جديد، وكرة لفيت محمد صبري، ومخالفة لفيت الزمالك المصري. الحكم يامر بتنفيذ المخالفة من موقع متاح الصحيح. إسماعيل يوسف والتمرير لأشرف قاسم، طلعت منصور، وكرة مباشرة في تماس لفيت الزمالك المصري. نفذ التماس، والتماس آخر لفيت الزمالك المصري، الناس اخر لفايت الزمالك المصري. 11 دقيقه لعب في الشوط الثاني، والنتيجه هدفين لصفر لفايت الترجي الرياضي التونسي امام الزمالك المصري في هذا الدور النهائي لكاس افريقيا للانديه البطله. اياب التنفيذ المخالفه عن طريق الغندور، وهو معروف بالكرات الثابته نتاعو، خروج موفق لشكر الله، ترجيع طيب لليمين ومهوش في الوسط لتفادي الاستقبال وتفادي تسديدات بالنسبه لهجوم الزمالك المصري. وتماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، تماس لفيت الترجي الرياضي التونسي، والتنفيذ عن طريق سراج الدين الشيحي. كانت ماليتولي شيحي، والكورة في اتجاه عبد القادر بالحسن، يخرج حسين السيد، يرجع الكورة مباشرة لسراج الدين الشيحي. شيحي طارق ثابت علي بن ناجي عبد القادر بالحسن، يخرج كرة تمر، وأشرف قاسم، ومعها كانت ماليتولي، ومباشرة لحسين السيد، وترجع كورة
من حسين السيد من الزمالك، علي بن ناجي، عادل الحمروني، عادل الحمروني الحكيم نويرة في اتجاه عبد القادر بن حسن، عبد القادر بن حسن، عبد القادر بن حسن، ما زالت كرة اللي فات عبد القادر بن حسن وتتقسم من هشام يكن ويخوها أشرف قاسم، كانت تكون خطيرة على دفاع الزمالك. عادل الحمروني، حمروني والتوزيع وترجع من أشرف قاسم، وكرة دائما اللي فات الترجي الهادي بن خيس، علي بن ناجي يتقدم سراج الدين الشيحي يخوها وترجع من دفاع الزمالك، لكن فما مخالفة اللي فات الترجي الرياضي التونسي والتنفيذ عن طريق علي بن ناجي. علي بن ناجي في اتجاه طارق ثابت، في اتجاه طارق ثابت، والتوزيع وركنية، وركنية لفايت الترجي الرياضي التونسي، ركنية لفايت الترجي في وقت 13 دقيقة لعب من الشوط الثاني، وركنية لفايت الترجي الرياضي التونسي اللي متفوق هدفين مقابل صفر على الزمالك المصري في هذا دور نهائي لكأس افريقيا للأندية البطلة، وركنية لفايت عادل الحمروني التنفيذ، يتقدم الهادي بالخيسة ويتقدم نور الدين بوسنينة كالمعتاد في هجوم الزمالك المصري، التنفيذ من عادل الحمروني، تنفيذ من عادل الحمروني تتنفذ عالية وما يخلطش عليها الشيحي وتخرج 6 امتار لفايت الزمالك المصري. الشيحي هو اللي يتقدم في القائمة الثانية لمرمى الزمالك، إعادة للركنية الأخيرة، إعادة للركنية الأخيرة، كرة تعود للعب، كرة تعود للعب لفايت الزمالك، تعود لفايت الزمالك. الشيحي وتماس لفايت الزمالك، محمد صبري يتقدم برخيصة ياخذ الكرة، ومخالفة لفايت الزمالك المصري، مخالفة لفايت الزمالك المصري، توقيت 15 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني، ونتيجة هدفين مقابل صفر الأهداف، 16 دقيقة لعب الهادي برخيصة في الركنية من عادل الحمروني في الشوط الأول، دقيقة 52 علي بن ناجي أثر ضربة جزاء بعد ما تمت عرقلة عبد القادر بن حسن في مناطق الزمالك المصري، وكرة تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي، تماس لفايت بال فعلا تماس، نفذ التماس عادل الحمروني، أشرف قاسم، علي بن ناجي يتصدى الكرة هذه، ثم حكيم نويرة، كرة مباشرة في دفاع الزمالك المصري، لكن حسين سيد من غير ضغط من الهجوم الترجي ياخذ كرة بكل راحة ويرجع، وكرة لفايت أوسكار وطارق ثابت طبعا لتفادي كل مفاجأة غير سارة، يحط كرة في الركنية لفايت الزمالك المصري، لفايت الزمالك المصري ركنية، والتنفيذ اعتقد عن طريق الغندور، التنفيذ عن طريق الغندور صاحب او بالاحرى اختصاصي في تنفيذ الكرات الثابتة لفايت الزمالك المصري، الزمالك المصري اللي اكثر الفرص اللي خلقها في مقابلة الذهاب كانت اثر كرات ثابتة، اثر مخالفات او اثر ركنيات، ركنية اذن لفايت الزمالك المصري في وقت 16 دقيقة لعب من الشوط الثاني ونتيجة هدفين مقابل صفر في هذا دور نهائي لكأس افريقيا للاندية البطلة. ترجع الكرة الرسمية للاعب وتنفيذ الركنية، التنفيذ غندور، 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 وتفتك الكرة من كانت ماليتولي، كانت ماليتولي يحاول عكس هجوم لفايت الترجي، عيد الحمروني وعبد القادر بن حسن يطلب الكرة، تخلط له، تخلط الكرة، وفما الهادي برخيصة يطلب الكرة في وسط الدفاع، هادي برخيصة، هادي برخيصة، هادي برخيصة، والهدف الثالث، والهدف الثالث، 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 الثالث هدف للترجي، ثالث هدف للترجي، مدروسة، مدروسة، مقصود الهجوم عكس من الخطط اللي تدرب عليها الترجي طويلا، ثلاثة أهداف مقابل صفر، هجوم معاكس سريع، هادي برخيصة يتوغل ويحقق الهدف الثالث، ثلاثة أهداف مقابل صفر لفايت الترجي الرياضي التونسي، ثلاثة أهداف في شباك الزمالك المصري، ثلاثة أهداف، الهدف الثالث في دقيقة 17 من الشوط الثاني، ممتاز جدا، هايل، رائع،
كل ما نجم نقوله في هذه المباراة في هذا الشوط الثاني. 7 دقائق هدف ثاني، 14 دقيقة هدف ثالث. أعتقد أن هذه الكأس الإفريقية في طريقها لنادي تونسي آخر إلى ترجي الرياضي التونسي، لكن لا نسبق الأحداث، نبقى في هذه المباراة ونعيش أجواء الملعب الأولمبي المنزه مباشرة. وهذا الهدف الثالث اللي يعطي أكثر ثقة وأكثر اطمئنان للترجي الرياضي التونسي في هذا الدور النهائي لكأس إفريقيا للأندية البطلة. حتى ما يشك في جدارة الترجي في هذه الكأس الإفريقية، حتى ما يشك أن الترجي الرياضي التونسي يستحق هذه الكأس الإفريقية عن جدارة، سواء فوق ميدانه أو خارج ميدانه تألق ولا زال يتألق في هذه المباراة. وكرة ترجع من محمد علي المحجوبي، تبقى لفيت الزمالك، التسديد عن طريق محمد صبري، تصطدم بالدفاع وتعود كرة لفيت أوسكار الآن، أوسكار وتتفك من طارق ثابت، سراج الدين الشيحي، عبد القادر بالحسن يحاول المراوغة، إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف، طلعت منصور، محمد صبري وماليتولي قبله يا أخوة. الآن حكيم نويرة، كانت ماليتولي وتصدي آخر من حكيم نويرة، لكن تعود من جديد لفيت الزمالك المصري وحذر من الهجوم المعاكس وتتخصص عن طريق الهادي برخيصة. علي بن ناجي مباشرة من شكر الواعر، شكر الواعر وترجع من شكر الواعر في اتجاه محمد صبري، محمد صبري، أوسكار، طارق ثابت، طارق ثابت، محمد صبري، إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف، طلعت منصور، تبديل كامل للعب في اتجاه أشرف قاسم أو مدحت عبد الهادي، وكرة تخرج 6 أمتار لفيت الترجي الرياضي التونسي. 3 أهداف مقابل 0 في هذا الشوط الثاني، نتيجة ممتازة جدا، نتيجة رائعة، ونتيجة خلينا طبعا نعيش فرحة كبيرة في الملعب الأولمبي بالمنزه بهذا الانتصار. 6 أمتار لفيت الترجي الرياضي التونسي، 6 أمتار، والتنفيذ عن طريق شكري الواعر، التنفيذ عن طريق شكري الواعر، والتنفيذ الآن لمحمد علي المحجوبي، كرة في اتجاه عيادي الحمروني وترجع من الدفاع المصري مباشرة في التماس لفيت الترجي الرياضي التونسي، لفيت الهادي برخيصة صاحب 2 أهداف في هذه المباراة، اللاعب اللي يتألق من أسبوع إلى آخر، من مباراة إلى أخرى، عيادي الحمروني، والكرة تخرج، تماس لفيت الزمالك المصري، تماس لفيت الزمالك، نافذ أشرف مدحت عبد الهادي وتتفك الكرة، وكانت ماليتولي، وكانت ماليتولي، والتمري ما يمررش خير، التسديد وتمر جانبية، تمر جانبية. قلت إذا كان الترجي دارس مليح الدفاع المصري في لقطة هذه الأخيرة، هي الضغط على حامل الكرة، هي الضغط على دفاع الزمالك المصري طبعا، باش لأنه الزمالك المصري عنده بطء في ترجيع الكرة وتخريج الكرة من مناطقه، هذا علاش في الشوط الثاني الزمالك المصري قاعد يقف برشا صعوبات في أمام هجوم الترجي الرياضي التونسي، كذلك الهجومات المعاكسة، كرة تخرج من عند حكيم نويرة ثم عادل الحمروني، يتحول الهادي برخيصة إلى قلب هجوم ثاني، وهذا علاش الهادي برخيصة خذ الكرة هذه أمام دفاع الزمالك المصري وتمكن من تحقيق الهدف الثالث لفيت الترجي الرياضي التونسي. مخالفة لفيت الترجي، للمخالفة لفيت الترجي، توقيت 21 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ونتيجة تفوق الترجي 3 أهداف مقابل 0. اللقطات طبعا مش لايقة، طبعا نريده لقاء التآخي، لقاء التحابب، لقاء الأخوة التونسية المصرية، لقاء عربي بحت، وطبعا ما يلها إلا مباراة كرة قدم لا أكثر ولا أقل، مهما كانت نتيجة المباراة، مهما كان الفائز، مهما كان المتحصل على هذه الكأس، هي رياضة، الرياضة وسيلة للتآخي والتحابب بين الشعوب. طبعا
اهداف مقابل صفر. ربما الزمالك المصري اعتبر هذه النتيجه ثقيله، لكن هذه هي الرياضه، هذه هي احكام الكوره. فايز ومنهزم ومتعادل، فريق برشلونه الاسباني انهزم في الدور النهائي لكاس اوروبا للانديه البطله 4-0، تقبل الهزيمه، تقبل بكل روح رياضيه هذه الهزيمه. هذا هو المرغوب فيه وهذا هو اللي يلزم يكون. على كل هذه مشاهد اخرى لكره القدم، والهادي برخيصه يتمكن من تحقيق الهدف الثالث لفايت الترجي الرياضي التونسي، هدف ثالث ممتاز جدا، دارس الترجي الهجومات المعاكسه. طبعا هدف ثالث يخلي الترجي يطمئن على التتويج، يخلي الترجي يكون مستثيق اكثر بنفسه، عنده ثقه في امكانياته. هذا ما كان منذ بدايه المشوار، هذا ما كان منذ ان الترجي الرياضي التونسي بدا مغامرته الافريقيه. كان التركيز منذ البدايه على هذه الكاس الافريقيه للانديه البطله. طبعا فريق عريق، فريق كبير ينقص في سجله كاس افريقيا للانديه البطله. طبعا قاعد تركيز منذ بدايه المشوار في المغامره الافريقيه على هذه الكاس الافريقيه. كل التشجيعات من الهيئه المديره واللاعبين، انتدابات في محلهم، التحضيرات ايضا كانت ممتازه للترجي بالنسبه لكاس افريقيا للانديه البطله. منذ بدايه المشوار، منذ بدايه الدور الاول مع فريق بوركينا فاسو، الترجي كان مركز على هذه الكاس الافريقيه، كان هدف الاول بالنسبه للترجي هو كاس افريقيا للانديه. فريق سليم شبوب رئيس الترجي الرياضي التونسي حريص كل الحرص باش هذه الكاس تدخل سجل الترجي الرياضي التونسي. الترجي فاز بالبطولة العربية للأندية البطلة اللي نظمها في تونس بتسجيل 15 هدف وبدون قبول أي هدف. يستأنف اللعب إذا لفايت علي بن ناجي وماليتولي، وكرة أخرى 6 أمتار لفايت الزمالك المصري. يستأنف إذا اللعب لفايت الزمالك المصري. الوقت القانوني لحد الان وقت الصبوره اللامعه 25 دقيقه لعب، لكن طبعا الوقت الصحيح باش يكون عند سيد الحكم، طبعا باش يكون عند سيد الحكم لانه توقف اللعب بعض الدقائق عنده قيمته في نهايه المباراه. وكره لفايت الغندور وتتفك من علي بن ناجي. علي بن ناجي واسكار، اسكار اسكار محمد صبري، محمد صبري والتوزيع، ومحمد علي الهادي برخيصة يخرج بالكرة. اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، محمد صبري، محمد صبري، اسلام فتحي، اسلام فتحي، اشرف، اشرف قاسم، وتسلل الوضع ضد فريق الزمالك المصري. 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني ونتيجة 3-0 لفريق الترجي الرياضي التونسي أمام الزمالك المصري في هذا دور نهائي لكأس إفريقيا للأندية البطلة. الدور النهائي إياب، والكأس موجودة في الملعب الأولمبي بالمنزه، تنتظر قائد فريق الترجي الرياضي التونسي. هادي برخيصة، هادي برخيصة، هشام يكن، هشام يكن، محمد علي المحجوبي، محمد علي المحجوبي في اتجاه ماليتولي، ماليتولي، علي بن ناجي في اتجاه عبد القادر بالحسن، عبد القادر بالحسن، عبد القادر بالحسن، وتسديده جانبيه، تسديده من عبد القادر بالحسن تكون جانبيه لمرمى حسين السيد. ويستأنف اللعب لفايت الزمالك الان. هذه اعاده ولقطه اخرى لعبد القادر بالحسن، وتسديده تمر جانبيه، الكره تخرج تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي. حمد لله المحجوبي، عبد القادر بالحسن اللي منذ اسابيع استرجع استعداداته العاديه اللي عرفناها في السابق. وكره لفايت الزمالك المصري، تتفك الكره للغندور ويتعكس الهجوم لفايت الترجي الرياضي التونسي. عبد القادر بالحسن، عبد القادر بالحسن، عبد القادر بالحسن، وعبد القادر بالحسن، ويضيع فرصه هدف رابع لفايت الترجي الرياضي التونسي. اعاده هجوم معاكس سريع لفايت الترجي،
عبد القادر بن حسن رغم وجود مدحت عبد الهادي مكن من التسديد، لكن مرت جانبيه لمرمى حسين السيد. كنت تحدثت عن عوده قويه لعبد القادر بن حسن في هذه الاسابيع الاخيره في البطوله الوطنيه لكره القدم او في كاس افريقيا الانديه مع الترجي الهلالي التونسي، ومحاوله من علي بن ناجي، محاوله تسديد من بعيد في فايت الزمالك المصري امامكم. الفريد ايدل المدرب النمساوي للزمالك المصري متفائل بعد مقابلة الذهاب، صرح عنه سنعود بالكأس، قال من تونس طبعا تفائل معقول، تفائل طموح معقول لكل مدرب ولكل لاعب يلعب مقابلة على أرضية ميدانه ثم يحاول يلعب خارج ميدانه. محمد صبري والإسماعيلي يوسف، أشرف قاسم أوسكار إعادة للنقطة الأخيرة. ومخالفة يبقى شكري الواعر على ملقى على أرضية الميدان، أتمناه وأنه لباس شكري الواعر اللي قدم مقابلة ممتازة جدا في مباراة الذهاب، تألق بصفة خاصة في مباراة الذهاب. الوقت 30 دقيقة لعب في الشوط الثاني والنتيجة 3 أهداف مقابل 0. اللازم أنه اللازم الترجي قام به التهديف في 20 دقيقة الأولى، ثم التهديف في 10 دقائق الأولانيين في الشوط الثاني، ثم في 20 دقيقة الأولى من الشوط الثاني الترجي يلقى نفسه متفوق بثلاثة أهداف مقابل 0. يعني توقيت الأهداف ممتاز جدا بالنسبة لنسق المباراة، بالنسبة لمتابعة المباراة مش كون الترجي الرياضي ارتاح، عنده ثقة أكثر، لأنه يعني طبعا إذا كان ثلاثة أهداف مقابل 0 بعد 20 دقيقة من الشوط الثاني تخلي الترجي طبعا يلعب أكثر راحة لبقية المشوار في هذا اللقاء لكأس أفريقيا للأندية البطلة إياب. برخيصة هذه برخيصة. جاء محمد علي المحجوبي، تبديل كامل للعب من محمد علي المحجوبي لطارق ثابت. طارق ثابت نزلت كرة لفايت ويحاول يتوغل وتماس لفايت الترجي بعد تدخل اسماعيل يوسف امام طارق ثابت. تماس لفايت الترجي. حسن القابسي يستعد للدخول. شيحي علي بن ناجي في اتجاه عبد القادر بن حسن. هشام يكن ياخذ الكره لاشرف قاسم، ترجع كره من اشرف قاسم. الغندور يتقدم ومعه هادي برخيص، اخوه هادي برخيص، علي بن ناجي في اتجاه عيادي الحمروني، وترجع من الدفاع المصري مره اخرى مدحت عبد الهادي. هادي برخيصه والتمريره ما تخلطش، تخلط العيادي الحمروني وتماس لفايت الزمالك المصري بعد لقطه فنيه من عيادي الحمروني. 31 دقيقة لعب في الشوط الثاني، النتيجة 3 أهداف مقابل 0 للترجي أمام الزمالك المصري. محمد صبري ما يحكمش ترويض الكرة وترجع لسراج الدين الشيحي. الشيحي وعبد القادر يطلب بالحسن، يطلب الكرة عبد القادر بالحسن، يطلب الكرة في الوسط، وماليتولي في الوسط أيضا، وتمرير لطارق ثابت، لكن الكرة تخرج شتى أمتار لفايت الزمالك المصري. تغيير أول في صفوف الترجي الرياضي التونسي، خروج عبد القادر بالحسن ودخول حسن القادسي. ننتظر إشارة الحكم بالتغيير، السماح بالتغيير في هذا اللقاء. أوسكار تبقى كرة عنده رغم تدخل علي بن ناجي وتمرير محمد صبري، وفما الغندور في وسط دفاع الترجي يطلب الكرة في القائم الأول ثم في القائم الثاني الآن، وترجع من الهادي برخيصة ومباشرة من حكيم مباشرة في التماس لفايت زمالك المصري. تغيير الأول في صفوف الترجي في دقيقة 32. دقيقة 32 تغيير في صفوف الترجي الرياضي التونسي. تغيير أول في صفوف الترجي، خروج عبد القادر بن حسن ودخول حسن القابسي. تنفيذ التماس عن طريق إسماعيل يوسف. يوسف ينفذ التماس في اتجاه أوسكار، يا أخوه أوسكار بالراس، طلعت منصور أوسكار، تدخل محمد علي المحجوبي، علي بن ناجي يبعد الخطر،
وتماس لفايتة ترجل هذه كونسي لأنها لمست لاعب من الزمالك المصري وتماس لفايتة ترجل لفايت سراج الدين الشيحي علي بن ناجي علي بن ناجي الحسن القابسي حسن قابسي حسن قابسي حاول مراوغة لكن يا أخوها هشام يكتب هذه برخيصة يا أخو كرة هذه برخيصة حسن القابسي لا ماليتولي ماليتولي يدخل للوسط ماليتولي مازالت كرة لفايته العادي الحمروني عادي الحمروني والتوزيع في اتجاه ماليتولي يا أخو حسن القابسي والتسديد وفوق المرمى وفرصة أخرى تضيع على الترجي فرصة أخرى تضيع على هجوم الترجي تمريرة باهية من عادي الحمروني ما يخوهاش ماليتولي تمشي لحسن القابسي والتسديد فوق المرمى هجوم سريع كان للترجي من ماليتولي خذ الكرة ودخل في الوسط وتمرير لعادي الحمروني والتسديدة من حسن القابسي تمر فوق مرمى سين السيد 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني والنتيجة تفوق الترجي 3 أهداف مقابل 0 كانت ماليتولي عادي الحمروني عادي الحمروني يتواغل والتسديدة ضعيفة تخرج 6 أمتار لفايت الزمالك المصري تخرج 6 أمتار لفايت الزمالك المصري بعد التسديدة من عادي الحمروني 34 دقيقة لعب في الشوط الثاني محمد صبري أشرف قاسم كيلة من أشرف قاسم في اتجاه حكيم نويرة يا أخوها الغندور معاه لادي برخيصة غندور محمد صبري وترجع الكرة اللي فات الغندور والتمرير مرة أخرى اللي فات محمد صبري وتصدي ممتاز من نور الدين بوسنينة ثم طارق ثابت علي بن ناجي والمراقب الخط يشير إلى تسلل اللي ربما ما يكونش تسلل اسلام فتحي امامكم بنك احتياطي ترجي فوزي بن زرتي بالحسن مرياح محسن الراش وفتح عبيد بالحسن عمارة كل الطاقم الفني للترجي الرياضي التونسي واللاعبين الاحتياطيين كذلك الشيخ محمد دريس فخري ناجح رئيس الترجي الرياضي التونسي ايضا موجود على بنك الاحتياطيين سيد سليم شيبوك وكره مخطئه من علي بن ناجي وتوغل ونور الدين بوسنينة يتصدى يا اخوها الغندور وخروج شكري الواعر كرة ما كانتش خطيرة على دفاع الترجي لكن الترجي كان حذر من مثل هذه الهجومات 10 دقائق للمباراة 10 دقائق تفصلنا على تتويج الترجي الرياضي التونسي بطل افريقيا للأندية لأول مرة في تاريخه وللمرة الثالثة في تاريخ كرة القدم التونسية بعد النادي بنزرتي النادي الافريقي الآن يأتي دور الترجي الرياضي التونسي ليضيف في سجله كأس إفريقيا بعد ما أضاف في سجله البطولة العربية للأندية البطلة منذ زوز مواسم أشرف قاسم نور الدين بوسنينة اتجاه ماليتولي حسين السيد أشرف قاسم طلعت منصور وتماس لفايت الترجي الرياضي التونسي تماس لفايت الترجي 37 دقيقة لعب وذكر بالأهداف برخيصة دقيقة 17 بن ناجي دقيقة 52 والهادي برخيصة في دقيقة 62 من الغندور والتمريرة إلى أوسكار لكن فما سوء تفاهم بين الغندور وأوسكار وترجع كرة لفايت شكري الواعر لفايت الترجي الرياضي التونسي ترجيع كرة من شكري الواعر ننتظر ترجيع هذه الكرة شكري الواعر هشام يكن الهادي برخيصة استماتة من الهادي برخيصة تسديدة قوية وحسين السيد قوية من هادي برخيصة وحسين السيد يتصدى إعادة للقطة هادي برخيصة تسديدة أرضية قوية والتصدي الحارس حسين السيد هذا المدافع المهاجم هذا اللاعب الذي تحسن كثيرا بصفة ملحوظة
في أواخر الموسم الفارق وفي هذا الموسم. وأوسكار يخرج وبنفسه يجيب الكرة، كانت خارج التماس، تنفيذ التماس عن طريق حكيم نويرة. حسن الجابسي، حسن الجابسي، حسن الجابسي، والتمريره المليتولي ما تخلطش، ويعود الزمالك المصري للهجوم عن طريق اوسكار، ومعه نور الدين بوسنينه. بوسنينه، بوسنينه يحط الكره في التماس، والتنفيذ عن طريق اوسكار. اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف، مدحت عبد الهادي، هشام يكن يقدم هجوم الترجي على دفاع الزمالك. أشرف قاسم، أشرف قاسم، طلعت منصور، طلعت منصور وتتفك ويتعكس الهجوم لفايت الترجي الرياضي التونسي، لفايت حسن الجابسي، لكن إخوة مدحت عبد الهادي والإسماعيل يوسف قبل طارق ثابت، إخوة سراج الدين الشيحي، طارق ثابت، طارق ثابت معاه إسماعيل يوسف، إخوة إسماعيل يوسف صاحب خبرة كبيرة، هذا اللاعب لاعب دولي محرك الزمالك المصري وتماس لفايت الزمالك المصري. 39 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وانتج دائما 3 أهداف مقابل 0 للترجي أمام الزمالك المصري. تنفيذ التماس من محمد صبري، هشام يكن يرجع الكرة بدون ترويض طبعا لأنه حسن الجابسي كان متقدم، الكرة تخرج تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي، والتنفيذ عن طريق نور الدين بوسنينة. التنفيذ عن طريق نور الدين بوسنينة. أمامكم التوقيت 5 دقائق بالضبط لنهاية الوقت القانوني لهذه المباراة. ماليتولي علي بن ناجي في اتجاه حسن الجابسي، لكن قبله هشام يكن يحط كرة في التماس، تماس لفايتة الترجي الرياضي التونسي. 5 دقائق تفصلنا على التتويج، 5 دقائق تفصلنا، تفصل كرة القدم التونسية وتفصل الرياضة التونسية على رفع هذه الكأس الإفريقية رقم 30 في تاريخ كأس إفريقيا للأندية البطلة. طارق ثابت، طارق ثابت، عادي الحمروني، وما دخلتش الكرة اللي كانت ماليتولي تتقاس من أشرف قاسم، يتعكس الهجوم لفايت الزمالك المصري. الغندور، الغندور، الغندور أمامه الهادي برخيصة، خالد الغندور، خالد الغندور، طلعت منصور، وفما 3 لاعبين في موقع تسلل، تسلل من الزمالك المصري، يشير له مراقب الخط وهو على صواب، وتماس لفايت الترجي الرياضي التونسي. التسلل لفايت الترجي الرياضي التونسي. 40 دقيقة لعب، 41 دقيقة لعب، 4 دقائق لنهاية المباراة. ترجع الكرة من أشرف قاسم. مسيرة الترجي في هذه الكأس الإفريقية الناجحة 100% منذ بدايتها إلى حد هذه الدقيقة، وطبعا من أصبح من أقوى الفرق الإفريقية، أكد ذلك في إيوان ونيو في أواري، ثم أمام الفريق الجزائري مولدية وهران، وأخيرا في القاهرة أمام الزمالك المصري. قدم مقابلة ممتازة جدا، مقابلة مشرفة لكرة القدم التونسية، بوجه مشرف جدا على جميع المستويات، على المستوى الكروي، على مستوى الانضباط، وعلى مستوى الأخلاقي في أستاد القاهرة. كان أحسن سفير لكرة القدم التونسية وأحسن سفير للرياضة التونسية من خلال مباراته أمام الزمالك المصري في القاهرة. اليوم الترجي دخل المباراة بنية الحصول على هذه الكأس الإفريقية وإضافة كأس أخرى، والهدف لفايت الزمالك 3 دقائق قبل نهاية المباراة. يتمكن عفت نصار من تحقيق الهدف الأول لفايت الزمالك المصري، توزيعة من أوسكار، وعفت نصار يحقق الهدف الأول. طبعا إذا كان ترجي بتفوق 3 أهداف مقابل 0 في هذه المباراة، من الحاجات اللي ممكن تصير بعد انتصار 3 أهداف مقابل 0 في دور نهائي، وما فماش أهداف مقفولة مقبولة وأهداف مدفوعة فيما يخص مقابلة الذهاب، معقول أن يكون نوعا ما نزول في المحاصرة، أو في بعض الأحيان يبعدوا نوعا ما اللاعبين على المحاصرة. هذا صار للترجي في
وهران بعد هدفين مقابل صفر قبل زوج اهداف، لكن نتمنى ان تبقى النتيجه كما هي الى نهايه المباراه، الى تصفيرة النهائية للحكم السيد ليم كي تشونغ. وكرة لفايت الزمالك المصري، كرة لفايت الزمالك المصري لفايت طلعت منصور، طلعت منصور وكرة لفايت هشام يكن. دقيقتين لنهاية المباراة، لنهاية الوقت القانوني طبعا. أشرف قاسم، أوسكار، وكرة يبعدها طارق ثابت. اسماعيل يوسف، اسماعيل يوسف اتجاه اوسكار مع طارق ثابت، والتسديد واختيره من محمد صبري، مرت بقليل فوق مرمى شكري الواعر. دقيقه ما زالت لنهايه المباراه. الترجي بطل افريقيا للانديه البطله لموسم 94. أحلى انتصار وأحلى تتويج طبعا في سنة الرياضة والروح الأولمبية، بعد تتويج منتخب الجودو، بعد تتويج كرة اليد بطل أفريقيا، بعد تتويج النادي الأفريقي بالبطولة العربية للكرة الطائرة، يأتي تتويج آخر لهذا الموسم، موسم سنة الرياضة والروح الأولمبية. وطبعا هذا تأكيد على أن تونس هي تونس الرياضة، وتجيع من طبعا تجيع كبير للرياضة التونسية، وتجيع من سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي للرياضة، وتشجيع الرياضيين على تمثيل تونس أحسن تمثيل، وتشريف الرياضة التونسية أحلى تشريف. هذه النتائج أتت بالعمل والمثابرة والتشجيعات المتواصلة والوقوف إلى جانب الرياضيين في تونس في كل مناسبة، سواء في تونس أو خارج تونس. هذه النتيجة، هذه النتائج، هكذا النتائج أتت، وهكذا التتويج لتونس أتى في أكثر من مناسبة، بكؤوس إفريقية أو عربية وغيرها من الكؤوس على المستوى الدولي، وكذلك على المستوى الافريقي. الوقت القانوني انتهى، 3-0 للترجي الرياضي التونسي، 3-0 عفوا للترجي الرياضي التونسي. تغيير ثاني، تغيير اللي يخلي الوقت يمر، مروان قزمير باش ياخذ مكان حكيم نويرة في هذا اللقاء، تغيير يخلي الوقت يمر، يربح به اكثر وقت المدرب فوزي بن زرتي. هذا اذا اللقاء، هذه مباراة الوقت منها 46 دقيقة لعب في هذا دور نهائي لكأس افريقيا للأندية. خروج اذا حكيم نويرة ودخول مروان قزمير. الترجي يستحق عن جدارة هذه الكأس الافريقية، يستحق عن جدارة هذا التتويج، ويستحق عن جدارة اليوم هذا الانتصار على أرضية ملعب المنجة في تونس أمام جمهور غفير جدا، يستحق كل التحية، ويستحق الترجي الرياضي التونسي كل التحية. فهنيئا لكرة القدم التونسية، فهنيئا للرياضة التونسية، هنيئا لتونس بهذا الانتصار، هنيئا للشعب التونسي كله بهذا الانتصار وبهذا التتويج في هذه الكأس الإفريقية للأندية البطلة. فتحية إعجاب وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، في إنجاح هذه الأمسية الرياضية الممتازة، سواء على مستوى التنظيم، سواء على مستوى الكروي، أو على مستوى التشجيع الجماهيري، ليكون العرس كامل، العرس الكروي التونسي كامل بأتم معنى الكلمة، لأن الترجي سيتوج بعد لحظات بطل افريقيا للانديه البطله لاول مره في تاريخه، للمره الثالثه في تاريخ كره القدم التونسيه. والوقت الان 48 دقيقه لعب تقريبا من الشوط الثاني، والنتيجه 3-0 لفايت الترجي امام الزمالك المصري. شيحي، اوسكار،
عذاري من تسديد محمد صبري وتسديدة أخرى تمر فوق المرمى. الدقيقة 48 أمامكم التوقيت، والجمهور طبعا اتفاعل، شيء عادي جدا، شيء هائل وشيء ممتاز وشيء رائع في ملعب الأولمبي بالمنزه. جو منعش حقيقة، منعش في الملعب الأولمبي بالمنزه. وتنفيذ 6 أمتار عن طريق شكري الواعر. الكأس الإفريقية موجودة في الملعب، تنتظر قائد فريق الترجي الرياضي التونسي، تنتظر الترجي الرياضي التونسي، ترجي اللي ضحى من هذه من أجل هذه الكأس الإفريقية. مقابلاته ما كانتش سهلة انطلاقا من الدور الربع النهائي أمام مونوانيو وأمام ولدية وهران، ومقابلة الذهاب أمام الزمالك المصري في القاهرة. الآن هو بطل إفريقيا، هو طبعا يستحق هذا الانتصار ويستحق هذا التتويج بعد تركيز كامل على الكأس الإفريقية للأندية البطلة. عيادي الحمروني ما يخش كرة هذه وترجع لفيتا الزمالك. 4 دقائق بعد الوقت القانوني. عذاري من الغندور يسدد وفوق المرمى، تسديدة الأخيرة فوق المرمى. 5 دقائق وقت ضايع في هذه المباراة، 5 دقائق وقت ضايع في هذه المباراة، والتتويج، ننتظر التتويج. ما تبقى في هذه المباراة هي الصفارة النهائية للحكم، وما تبقى في هذه المباراة هو التتويج ورفع هذه الكأس الإفريقية للأندية البطلة للمرة الثالثة في تاريخ كرة القدم التونسية، للمرة الأولى في تاريخ الترجي الرياضي التونسي يضيف الكأس الإفريقية إلى جانب الكأس العربية للأندية البطلة. وأشرف قاسم، وننتظر صفارة الحكم. كل اللاعبين كانوا في المستوى، كل اللاعبين كانوا شاعرين بالمسؤولية نتاعهم، كل اللاعبين كانوا يعرفوا وأنه جمهور الترجي وجمهور التونسي بصفة عامة ينتظر بفارغ الصبر في هذه اللحظة، ينتظر بفارغ الصبر في يوم 17 ديسمبر ليشاهد الكأس الإفريقية مرفوعة في ملعب الأولمبي بالمنزه من طرف فريق تونسي. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم السيدين كي تشونغ على نهاية المباراة. فوق الترجي على الزمالك 3 أهداف مقابل هدف. الزمالك إذن يسلم الكأس الإفريقية للترجي الرياضي التونسي، لأنه في الموسم الفارق كان بطل إفريقيا. الترجي يفوز بهذه الكأس الإفريقية عن جدارة، وحتى ما نجم يشك في قدرة الترجي في هذه الكأس الإفريقية، في شطارة الترجي، في جدارته في التفوق، في جدارته في الانتصار على أرضه أو خارج أرضه. الترجي يستحق هذه الكأس، فهنيئا مرة أخرى لتونس، هنيئا لكرة القدم التونسية، هنيئا للرياضة التونسية، وهنيئا للترجي الرياضي التونسي، وهنيئا لكل الفريق ولكل الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي. وهذا انتصار يشرف الكرة التونسية. فرحة كبيرة طبعا في الملعب الأولمبي بالمنزه، فرحة كبيرة للاعبين. كم كان ضغط في هذه المباراة. نشاهد الهدف الثالث للزمالك الترجي الرياضي التونسي. عاد لهدف الزمالك. كما وانت مسيرة الترجي في هذه الكأس الأفريقية كانت بدون غلطة. الترجي يفوز بالكأس الأفريقية من غير من هزم في حتى مباراة. تعادل في 2 مناسبات، تعادل في 3 مناسبات أمام إيوانوانيو في أواري، أمام ملدية وهران في تلمسان، وتعادل في القاهرة خارج ميدانه. الباقي كل كانوا انتصارات، ولا شيء غير الانتصار للترجي الرياضي التونسي في هذه الكأس الإفريقية للأندية البطلة. أمامكم الملعب، أمامكم نظرة على الملعب، أمامكم صورة عن الجو في الملعب الأولمبي بالمنزه.
وطبعا الزمالك بعد ثلاثة مرات اذا يفسح المجال للترجي الرياضي التونسي يفوز لاول مرة في تاريخه بكأس افريقيا للأندية البطلة. هنيئا لتونس، اقول هنيئا لتونس لان الترجي شرف كرة القدم التونسية كما ينبغي على جميع المستويات. رئيس الترجي الرياضي التونسي سيد سليم شبوب كان حريص على هذه الكأس الافريقية، فوز به الكأس الافريقية للأندية البطلة. الترجي إذن بطل افريقيا، الترجي يعتلي منصة التتويج الافريقي لأول مرة في تاريخه، فرحة كبيرة ليشاهد الكأس الافريقية مرفوعة في الملعب الأولمبي بالمنزة من طرف فريق تونسي. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم السيد ليم كي تشونغ على نهاية المباراة. تفوق الترجي على الزمالك 3-0 الزمالك، إذن يسلم الكأس الإفريقية للترجي الرياضي التونسي لأنه في الموسم الفارق كان بطل إفريقيا. الترجي يفوز بهذه الكأس الإفريقية عن جدارة، وحتى حد ما ينجم يشك في قدرة الترجي في هذه الكأس الإفريقية، في شطارة الترجي، في جدارته في التفوق، في جدارته في الانتصار على أرضه أو خارج أرضه. الترجي يستحق هذه الكأس، فهنيئا مرة أخرى لتونس، هنيئا لكرة القدم التونسية، هنيئا للرياضة. Continental jamais par le passé l'Espérance qui est le plus grand club de Tunisie n'avait remporté la moindre épreuve internationale dans les compétitions interclubs continentales. Il avait bien sûr remporté la Coupe arabe mais ça sur le continent ce n'est pas. Oula, attention, attention à un débordement, attention à ce débordement et les joueurs égyptiens, ah c'était prévisible. Oulala, 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 et il y a carrément une très grosse mêlée, il y a une عاد لهدف الزمالك. كما وانت مسيرة الترجي في هذه الكأس الافريقية كانت بدون غلطة، الترجي يفوز بالكأس الافريقية من غير من هزم في حتى مباراة، تعادل في زوز مناسبات، تعادل في ثلاثة مناسبات أمام إيوان ونيو في وواري، أمام مولدية وهران في تلمسان، وتعادل في القاهرة خارج ميدانه. الباقي كل كانوا انتصارات ولا شيء غير الانتصار للترجي الرياضي التونسي في هذه الكأس الإفريقية للأندية. Cette année qui a tant réussi, j'espère que les mesures seront à la seront de portée, seront de grande importance, seront d'une sévérité implacable pour des comportements qui s'apparentent à des comportements de voyous et qu'on ne doit absolument plus revoir sur des terrains de football, en tout cas Rémi, à ce niveau-là. Oui, c'est certain qu'on préfère voir ces jeunes Tunisiennes que voir les incidents que l'on vient encore de voir, les incidents qui émaillent le terrain, ces bagarres. Regardez, ça continue encore, Eddy. Oui, ça continue, et vraiment, amis sportifs, excusez-nous pour la descente de notre réalisateur qui préfère vous montrer Slim Chibouk. Slim Chibouk, après 4 années de présidence, le fameux président de l'Espérance portée au nu, qui est consacré à 34 ans, tenez-vous bien, un très jeune président, alors qu'il y a eu des présidents de 60 ans, 50 ans, 45 ans, la moyenne d'âge n'a jamais baissé de moins de 50 ans. Et bien ce jeune président, ce tout jeune président, qui n'est pas un bout de malheur, qui est un international de volley, mais qui a été tellement féru des couleurs sang et or, qui aujourd'hui est consacré, il pleure dans les mains, dans les bras de ses supporters et de ses joueurs. C'est un grand jour pour Kim Chibouk, qui a promis la fête aujourd'hui et qui a décidé en son âme et conscience de fêter non pas le titre dans le nouveau siège de l'Espérance sur la périphérie, mais beaucoup plus en plein cœur de la Casbah de Tunis, le siège mythique de l'Espérance. Et nous allons certainement ce soir revoir ce petit café qui s'appelle l'Espérance, complètement délabré, mais qui est toujours là et qui va revivre une légende absolument magnifique et particulière de ce club le plus grand de Tunisie, le plus populaire.
pour avoir été spectaculaire, pour avoir été consciencieux et pour également avoir donné une bonne image du football africain tel qu'on l'aime et tel qu'on l'encourage et non pas cette triste fin comme aujourd'hui. Lim qui change décidément, Rémi, vous le voyez peut-être pas parce que on ne rend pas compte décemment des images, mais Lim qui change, si vous le voyez maintenant, Lim qui change entouré en force par les agents de l'ordre, entouré et qui... التهديف بالنسبة للترجي مرة أخرى، ثلاثة أهداف مقابل هدف. الترجي كان سجل دائما ثلاثة أهداف، ثلاثة أهداف من إيمانويل نيو، ثلاثة أهداف من مولدية طهران، والآن في دور النهائي ثلاثة أهداف. Partie comme notamment Gapsi, une belle victoire qui consacre une équipe qui a été invaincue à l'extérieur, qui n'a pas réussi à faire la décision au match aller, mais qui s'est imposée largement ici 3-1, et donc vraiment un succès mérité et surtout un affront lavé pour ce peuple tunisien qui avait été tant déçu lors de la défaite face au Mali en Coupe d'Afrique des Nations lors de l'élimination prématurée au premier tour. Un petit coup d'œil sur la coupe bien méritée, la CAN avait été ratée par les Tunisiens qui se sont rattraper sur cette Coupe d'Afrique des clubs champions. Le Zamalek perd son titre qui part pour les 100 et or. Regardez ce tour d'honneur avec ce grand drapeau et tout le stade aux couleurs des 100 et or et les joueurs qui font la fête en attendant dans quelques instants de la recevoir. Cette coupe, que voici la Coupe d'Afrique des clubs champions. The African Cup of Champions Club, comme elle est appelée en anglais. Et vraiment un beau trophée et un beau vainqueur cette année. Et on peut simplement regretter effectivement les incidents et on peut souhaiter qu'il y ait des sanctions الفرقة التونسية تعرف تسافر، تعرف تنظم الكؤوس الأفريقية، وتعرف تحافظ على الصورة الطيبة والسمعة الممتازة اللي تمتع بها الرياضة التونسية سواء في تونس أو خارج تونس. رئيس الفرقة التونسية السيد سيف الحدود طبعا فرحة كبيرة وفرحة عارمة، وسيد وزير الشباب والطفولة سيد عبد الرحمن الزواري من الرياضة سيد يونس فتيلي كان موجود في القاهرة وشاهد مباراة الدور النهائي ذهاب، وسيد عيسى حياته رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يتقدموا للمنصة، منصة التتويج ولتسليم الكأس للترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا لسنة 94 مرة أخرى. هنيئا لتونس وهنيئا لكرة القدم التونسية والرياضة التونسية بهذا التتويج. ممتاز جدا الترجي في مقابلته اليوم وممتاز في كل مسيرته الإفريقية، وإن شاء الله تونس تحصل على أكثر من تتويج في المدة القادمة. وطبعا تونس الرياضة بعد الجدو وخاصة كرة اليد هي كأس إفريقية أخرى، تتويج إفريقي، كأس إفريقية للأندية البطلة. التسليم الآن بعد مصافحة الكأس الإفريقية للأندية البطلة أمامكم علي بن ناجي، شكري الوار، نور الدين بوسنينة، حكيم نويرة، كل لاعبي الترجي أمام المنصة لتسلم الكأس الإفريقية للأندية البطلة. وقدم رئيس الترجي الذي يكون السيد سليم شيبوب مع اللاعبين أمامكم ماريتولي، طارق ثابت، محمد علي المهجوبي، كل لاعبي الاحتياطيين كلهم يستحقوا التحية، كلهم يستحقوا الإعجاب على المثابرة وعلى الانضباط. عبد القادر بن حسن لاعب اللي تحسنت استعداداته في المدة الأخيرة، كانت ماليتولي الهدف واللي رجع هذا الموسم بقوة، محمد علي المحجوبي صاحب الخبرة الكبيرة في دفاع الترجي الرياضي التونسي، نور الدين بوسنينة الاستماتة والاندفاع دائما في نطاق الروح الرياضية، حسين القابسي اللاعب الشاب اللي تألق في الموسم الفارق ولا زال يتألق في هذا الموسم، طارق ثابت الظهير المهاجم، حكيم نويرة أمامكم لاعب المنضبط في لعبه،
سراج الدين الشيحي لاعب الوسط الميدان، لاعب اللي يقوم بالعمل الكبير افتكاك الكرة والهجومات المعاكسة. مروان قزمير لاعب الشاب بديس بن رابح لاعب المدافع الاحتياطي. لطفي الشيحي ثم عياد الحمروني لا يسحق حتى تعليق بالنسبة لي، هو لاعب اللي أصبح معروف في كل البلدان الإفريقية اللي تحول لها الترجي الرياضي التونسي. سيد سليم شبوب رئيس الترجي الرياضي التونسي. أعطى قيمة كبيرة جدا لكأس إفريقيا للأندية البطلة، وفر لها كل ما يلزم، وفي النهاية الترجي قاد تتويج. عامر البحري يدير الترجي، محسن الراشحي الحارس السابق للترجي ومدرب الحراس، زرق العيون حارس احتياطي للترجي الرياضي التونسي، نوف اليزيدي حارس احتياطي ايضا، هيثم عبيد خليل برباش، بالحسن مرياح مدرب اللي في كل مرة كان يكلف بمشاهدة الفرق المنافسة، شاهد نبيل وهران وشاهد إيوان ونيو النيجيري، وعز الشافعي الظهير الأيمن، ثم بالحسن عبارة دكتور هادي برخيسة، هذا هو اللاعب صاحب زوج أهداف في هذه المباراة. شكري الواعر، شكري الواعر. ثم علي بن ناجي سيتقدم ويتسلم هذه الكأس الإفريقية رقم 30، هذه الكأس الإفريقية للأندية البطلة الأولى في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. شكري الواعر. والآن علي بن ناجي أمامكم، علي بن ناجي، علي بن ناجي علي بن ناجي سيتسلم الكأس الإفريقية للأندية البطلة. فتح عبيد الطاقم الطبي للترجي الرياضي التونسي، أما طبعا فوزي بن زرتي. هذه الكأس الإفريقية للأندية البطلة، كأس إفريقيا للأندية البطلة تسلم إلى علي بن ناجي الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا 94. الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا 94، هنيئا للترجي الرياضي التونسي، هنيئا بهذا الانتصار وهذا التتويج. تحية إعجاب وتحية تقدير إلى كل اللاعبين بهذا التتويج وبهذا الانتصار وبهذه الكأس الإفريقية للأندية البطلة. هنيئا، هنيئا لتونس وهنيئا للشعب التونسي بهذا الانتصار. هذه هي الكأس الإفريقية للأندية البطلة، مبروك، ألف مبروك للترجي بهذا الانتصار وبهذا التتويج. كان هذا إذن نقل مباشر من الملعب الأولمبي بالمنزه للدور النهائي لكأس إفريقيا للأندية البطلة. شكرا لكل الزملاء الفنيين على هذا النقل المباشر، شكرا أعزائي المشاهدين في تونس وخارج تونس على حسن المتابعة والانتباه. كل ما نتمناه وأننا نلتقي في كل مناسبة سعيدة كما هذه، في كل تتويج تونسي يشرف تونس ويشرف الرياضة التونسية ويشرف كرة قدم التونسية. أخواتي إخواني، على هذه المشاهد الممتازة جدا والرائعة والمشوقة ما بقيكم، أقول لكم إلى اللقاء في مواعيد رياضية لاحقة بإذن الله. هنيئا.